بعد صلاح ما مشى هز اللعيبه جدا 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 نفسيا. قرار خاطئ جدا من صلاح، ان هو كان المفروض على الاقل خالص القرار دوت بعد ما الماتش ده ما يخلص، لان ده ماتش مصيري هيحدد ان احنا نبقى في البطوله ولا لا. التعادل بالنسبه لنا خروج، احنا ما قدمناش حل غير المكسب، وكاف فيردي يعتبر هو الحصان الاسود في الماتش في البطوله السنه دي. فالماتش كتير صعب، واتمنى من اللعيبه ان هم يكونوا قد المستوى، ومنتخب مصر ما وقفش على اي لاعب، وان شاء الله اللعيبه تكون قدها ونكسب ونعمل نتيجه احلى ان شاء الله. ان شاء الله 3-0 لمصر. اعتقد ان المنتخبات العربيه بعد هي ما خدتش على الجو وما خدتش على البلد لسه، بس اعتقد من دور ال 16 هتبدا ترجع لحالتها، وان شاء الله هتعمل نتائج كبيره جدا. ان شاء الله النهائي ما بين منتخبين عربيين ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. كل التوفيق لكل المنتخبات العربيه، الجزائر وتونس والمغرب ومصر. ان شاء الله ان شاء الله البطوله عربيه خالصه، سواء اخذتها مصر ان شاء الله او اي فريق عربي تاني، ونقول الف مبروك ان شاء الله. شكرا شكرا. تابعوا تغطية خاصة لكأس إفريقيا عبر حسابات المرمى سبورت.